نحن الآن في بلدة أمزميز نواحي مراكش. كل شيء هنا يوحي على يوم هادئ كسائر الأيام. شمس شتنبر تتوسط السماء، وأبناء البلدة يتحركون هنا وهناك. شيئا فشيئا مر الوقت، غابت الشمس، رحل النهار، وحل الليل. سعاد قامت لتؤدي صلاة العشاء، تركت في الصالة زوجها وأطفالها الثلاثة الذين كانوا يشاهدون التلفاز. كانت الخطة أن يتناولوا وجبة العشاء مجتمعين بعد أن تنهي الأم صلاتها كما يفعلون كل يوم، ولكن كان للقدر كلمة أخرى. في غمضة عين حدث كل شيء، إنه الزلزال. اهتزت بهم الأرض كما لم تفعل من قبل، انقطع الكهرباء، الأطفال الثلاثة كانوا يبكون، وسعاد كانت تبحث في الظلام عن أبنائها، تناديهم بأسمائهم واحدا واحدا. في البداية كانت تسمع أنينهم، كان الصوت واضحا، لكنه بدأ يخفت شيئا فشيئا، ثم لم تعد الأم تسمع شيئا، لا صوت ولا أنينة ولا سكنات، لا شيء غيره الظلام والخوف والألم. كان سقف المنزل يشثو على صدرها إذ سقط. سعاد ظلت تقاوم من تحت الأنقاض، لا تعرف كم مر من الوقت وهي هناك. كل ما تذكره وهي تروي قصتها أن أحداً لا تعرفه انتشلها في الصباح، وحينما تنفست الصعداء أخبرها أنها الناجية الوحيدة بمعجزة من ذلك الركام. الزوج وأطفالها الثلاثة فارقوا الحياة قبل أن تصلهم فرق الإنقاذ. سعاد فقدت في ليلة واحدة كل شيء، الزوج، الأولاد، وسقف البيت الآمن. تقول وعيناها شاخصتان نحو الفراغ: لم يعد عندي سبب واحد أظل من أجله على قيد الحياة. كانت بيوتهم من خشب وطين، لا نعرف أسماء دواويرهم، لم نسمع بها يوما، وطريق المؤدية إلى هناك إما مقطوعة أو قاسية تماما كحياتهم. بالرغم من كل هذا كانت لهم أسر وكانت لهم أحلام. ثم جاء الزلزال فتوقفت فيهم وعندهم الحياة تحت الحطام، آلاف القصص والحكايا، الذين رحلوا والذين ظلوا.